أربعة فصائل من فصائل المقاومة الفلسطينية على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني يضمن مسار إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة. وخلال مؤتمر صحفي أعلنت الفصائل عن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة التطورات السياسية والميدانية. نؤكد على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، ويؤكد على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية. عن المعبر وعن الحوار الفلسطيني ينضم إلي من غزة مراسل تلفزيون العربي باسل خلف. تحياتي باسل. بداية أود أن أفهم منك الدلالة أو كيف قرئ فتح المعبر لأجل غير مسمى وهذا لم يحصل منذ سنوات. نعم ديما، هو يفهم على أنه جزء من الأجواء الإيجابية التي تجري عليها حوارات القاهرة منذ صباح الأمس. المعبر أعلن عن فتحه ساعات المساء، لكن كما كشف لنا مصدر فلسطيني مطلع وموجود في الحوارات بأنه ملف معبر رفح كان ضمن الحوارات التمهيدية والجلسة الأولى في اجتماعات الأمس، على اعتبار أنه يمس ب يعني أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين هنا في قطاع غزة. أعلن عن فتح المعبر مساء الأمس، صباح اليوم تدفق العشرات من المواطنين إلى المعبر، وبالفعل سمحت السلطات المصرية بعبور العشرات منهم عبر الحافلات إلى الناحية المصرية من المعبر. المعبر فتح الأسبوع الماضي 4 أيام استثنائيا، خرج أكثر من 4000 فلسطيني، لكن هذه المرة سمعنا من خلال العاملين داخل المعبر والمسافرين أيضا بأنه هناك حركة انسيابية في عمل المعبر، وهذا يشير إلى أنه قد يكون هناك خطوات عملية أعذرني ضمن للمقاطعة بس لضيق الدور الوقت، المصري الذي بالعودة إلى الأجواء الإيجابية وما يجري في القاهرة وأيضا ما تحدثت به فصائل عن إنشاء غرفة طوارئ والمطالبة بميثاق وطني، عن هذه التفاصيل من فضلك. ديما، قبل قليل وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية إلى هنا إلى قطاع غزة. سيكون مساء هذا اليوم اجتماع بعد ساعتين تقريبا بالتوقيت المحلي في مقر لجنة الانتخابات المركزية، وكذلك اجتماعات أخرى مع الفصائل الفلسطينية على نحو يبحث الأمور الإدارية والفنية لعمل اللجنة هنا في قطاع غزة. صباح هذا اليوم كان هناك مؤتمرا لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية، وضعت واستعرضت مجموعة من النقاط ضمن موقفها مما يجري في القاهرة، على اعتبار أنه بعض الفصائل لم تدعى وهي لم تكن موقعة على اتفاق 2011 ولم تذهب إلى هناك، وبالتالي أدلت بدلوها في مؤتمر صحفي حول ما يجري في القاهرة. عموما المواطن الفلسطيني يرتقب ما الذي سيعلن عنه خلال الساعات القادمة من الحوارات. يبدو أننا الآن أمام، وهذا ما فهمته من أكثر من مصدر فلسطيني هنا في قطاع غزة، أمام اتفاق يحمل تجزئة وليس اتفاق بالجملة، بمعنى أنه سيكون هناك ملفات سيتم الاتفاق عليها آنيا، وخلال يعني الإعلان الورقة المعلن ورقة النتائج التي سيتم الإعلان عنها، وبنود أخرى سيتم ترحيلها إلى اجتماعات لاحقة خاصة فيما يتعلق بآثار الانقسام الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 14 عاما. باسل خلف مراسل تلفزيون العربي من غزة، شكرا جزيلا ونهارك سعيد.